من نعم الله تبارك وتعالى عليك أمد في عمرك وجعلك تدرك هذا الشهر، فكم غيب الموت من صاحب، وكم في ظلمات القبر من حبيب، كان ملء السمع والبصر وعن صفحة ذاكرة القلب لا يغيب، فصار تحت أطباق الثرى رهين محبس لا معدى له عنه ولا مخلص له منه إلا أن يكون روضة من رياض الجنة، وأن يفسح الله رب العالمين له فيه. كم غيب الموت من قريب، وكم وار الثرى من حبيب، ودار الفلك دورته في عام، ولا حبيب هناك ينظر إليه ويهوى إلى كنفه ويزيل بيد حانية متاعب فؤاد أثقلته المتاعب. طول العمر والبقاء على قيد الحياة فرصة، فرصة للتزود من الطاعات والتقرب إلى الله رب الأرض والسماوات بالأعمال الصالحات. فرأس مال المسلم عمره، فعليك أن تحرص على أوقاتك وساعاتك وثوانيك حتى لا تضيع سدى وتذهب بددا. تذكر من صام معنا العام الماضي وصلى العيد